ده حقيقي طب ما بالسلب هنا على المنتخب. هنا بيقول لك، خليني اكلمك معاك بمنتهى الصراحه، وفي بعض اتفضل. الناس كانوا والشارع بيتكلم في، ممكن يكون المنافسين للنادي الاهلي، يقول لك اصل النادي الاهلي بياخد كل حاجه، كل اللعيبه، طب هننافس ازاي؟ في فرق، في فرق ماشي. ما هو النادي الاهلي بياخد كل لعيبه عشان امكانياته الماديه اعلى من اي نادي على مستوى مصر. ولكن انا النقطه الثانيه، انا نفسي اتفرج احس ان الفرق بتمرن فاروق، دي يعني جزء ان تاني الفرق مختلف، ما انت ممكن يبقى عندك مجموعة من اللعيبة انت تطورهم فتعمل تيم كويس. بالظبط كده. يعني هي القصه مش كلها يبقى خلاص ما نجيبش مدربين ونجيب لعيبه واللعيبه تنزل صح، تلعب. لعيبة كويسة من غير مدرب او من غير منظومة مش هتنفع. بالظبط. ولو عندي لعيبه متوسطين يبقى انا بشتغل شغل ازاي اخلي الشكل المتوسط ده ارتقي بيه، ارتقي بمستوى اللعيبه على المستوى الفردي والجماعي، اخليهم بدل ما هو في المتوسط متوسط اخليه جيد في، من ناحيه طرق اللعب، من ناحيه توظيف اللعيبه في مراكز مظبوطه، من ناحيه الفهم للعيبه ازاي تتمركز وازاي تقف. خلي بالك الفرق بين لعيبه النادي الاهلي واي لعيبه في اي نادي على مستوى مصر، كل لعيب في النادي الاهلي حافظ هو واقف فين حسب مركزه. انت تتفرج على ماتشات انا بقعد اضحك، الناس بتجري ورا الكوره بتسرح، وتلاقي حاجات غريبه. مثلا ماتش الاهلي والزمالك، الماتش اللي فات الجون بتاع حسين الشحات اللي جابه من ناحيه اليمين شويه، اول الجون ايه، كوره طويله طويلة. حسام عبد المجيد بيطلع تمام يحطها في الحته الفاضيه، الباك ليفت اللي هو حاتم سكر ده كان سكر. فين في الحته دي اللي هو جري فيها حسين الشحات وكانت فاضيه خالص. ما هو ده تمركز وفهم، فهم لعيب ازاي حسب الكرة ما هي فين انا المفروض اقف فين، وهو ده التدريب. دي مش بتاعت لعيبه، الكلام اللي بقوله لك ده اللعيبه ما تعرفش عنه حاجه. فاهمك كابتن، بينبت عملية التنبيه المستمرة للمكان بتاعك وقت ما الكرة طبعا بتكون فين. مظبوط. طبعا. فانت تخيل لو عندي لعيب امكانياته نقدر نقول 50% بس عارف بيقف ازاي، وكل لما الكرة بتتحرك هو بيبقى واقف فين حسب مركزه، سواء بقى مهاجم سواء نص ملعب سواء مدافع، لان كل لما الكرة بتتحرك بتلاقي المدافعين بتقف غلط، صحيح. بيبقى عينيهم على الكرة. فلو هو واقف صح دلوقتي والكرة اتنقلت مرة واتنين وتلاتة تلاقيه بعد كده بيقف غلط. من طب هنا السؤال بتيجي الأهم الأسئلة. يا كابتن، ويمكن جماهير الزمالك تسأله دلوقتي وحضرتك بتتكلم، يعني طب أيوة. هل مستوى الفني لنادي الزمالك هل هو عشان اللاعبين وإمكانياتهم ولا عشان المدرب وإمكانياته؟ لا بص، مدرب نادي الزمالك مدرب كويس، يعني اوسوريو مدرب كويس، دي من ناحية المدرب. نيجي من ناحية اللعيبة، أنا كنت على فكرة مع إسلام صادق قبل الماتش بيوم برضه في مداخلة تليفون، يعني قلت له كل فرقة ليها مفاتيح قوة يعني المفاتيح الضعف. القوة اللعيبة اللي هي بتدي تقل للفرقة، لو كانت وحشة في اليوم دون خلاص الدنيا بتبوظ، وده اللي حصل في ماتش الزمالك والأهلي. أحمد فتوح بالظبط الشوط الاولاني بص بصتين صح والباقي كله غلط، اللي هو كان بيلعب فرقه الزمالك قبل الماتش. احمد فتوح وحش جدا، زيزو الشوط الاولاني وحش جدا، الجزيري وحش جدا، شيكابالا وحش جدا. فانت لما تلاقي عندك خمسه سته بعاد قوي عن مستواهم اللي المفروض هم يشيلوا الفرقه، فلازم هتخسر، دي ما فيهاش كلام، يعني بعيد عن اي مدرب. وبعدين دايما انا بقول اللعيب الكويس في الماتشات التقيلة والماتشات بتاعة البطولات لازم تلاقيه كويس. ما ينفعش أنا فاروق عندي نمرة واحد في الفرقة وأجي ألعب في ماتش جامد ألاقي فاروق أوحش واحد في الفرقة، لا ما ينفعش. تمام، صحيح صحيح يا كابتن. فأنت بتلاقي مثلا لعيبة النادي الأهلي لا متعودة على الكلام ده، حسين الشحات هتلاقي حسين الشحات صحيح. لما بيشوط الكورة بتبقى بين الثلاث خشبات ما بيقلش، ولا بيشوطها في السماء ما بتشوفش الحاجات، إنها ممكن تشوفها على لعيبة تانية. كرستاو نفس الكلام، كهربا، يعني لعيبه الاهلي بتلاقي كل واحد المستوى اللي انت منتظره منه في المباريات القويه وفي البطولات، من الثبات النفسي اللي عندهم والثبات الانفعالي اللي عندهم تمام، بيقدروا يطلعوا كل مستواه بشكل كويس.